لما فتح بطني على اساس اني عشان تقبل معدي طلع معي كتل. اخذوا كتل طالع استعصروا اخذوا كتل حللوه طلع معي ذاك المرض زلاطان. قبل ما اكشف المرض طبيعي، بس بعد ما صار معي مرض سويت عمليه انشفت خالص. تميت بالمشفى 7 أيام 8 أيام، وبعدها جيت على البيت 7 8 أيام، بعدين أخذوني على باب الهواء. باب الهواء بدي يحولوني على تركيا. بعدها قالوا لا بإدلب بفرع لمشين جرعات وما جرعات وكذا. والله رحنا أدلب والحمد لله أخذنا هلا 5 جرعات مع الحكمة مع الشالات يكثر خيرهم. هذول MFA المنظمة والله دعمتنا بالجرعات ودعمتنا بالحكمة، والحمد لله صحتي صارت أحسن بكتير. شفيت وعبروا على أصحابي وعلى صديقاتي وعلى زملائي، بروح وبرجع بركب سيارة، بروح على الدانة، بروح على سرمدة، بروح على أطمة، بروح على حارم. خمس جرعات تمت علي جرعات.